أحسن الله إليكم. هذه الأخت فضيلة الشيخ تقول: في السابق كنت أخذ الصدقات والمساعدات من أهل الخير، وعندي كان أولاد معاقين مجموعة منهم، وقد فتح الله علي وصرت بغنية عن هذه الصدقات وأصبحت غنية، وهؤلاء أولادي هل أعطيهم من زكاتي مالي؟ زكاة الوالد لا تحل لولده، والعكس، لا تحل زكاة الولد لوالده، لا الأصول ولا الفروع. نعم.